السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المشاهدين ديالنا العزاز، اسمحوا لينا كنغبروا عليكم. الله يلا راكم كتسناو ان شاء الله باش نطمنوكم على الحالة ديال خويا حميد. الحمد لله الحمد لله. ها الحمد لله دابا لا الحالة كتحسن ليك اخويا لا شوية دابا. اللهم لك الحمد اخويا. ها نهار احسن من نهار اخويا يونس. اللهم لك الحمد. دابا ان شاء الله المشاهدين غنقول لكم ان شاء الله شنو كان عند خويا حميد وعلاش جلس هذه المدة هذه في الكلينيك، ونعطيكم جميع الحيثيات حيت ما كنخبعوا عليكم حتى شي حاجه. ناديه تفضلي. السلام عليكم المشاهدين الاعزاء، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا في تمام الصحه والعافيه كما كتشوفوا اليوم الحمد لله يا ربي. حالة خويا حميد تحسنات بفضل الدعوات ديالكم وفضل الله سبحانه وتعالى وفضل المجهود ديال الطاقم الطبي اللي خطاهم حتى هما الحمد لله. كان عنده سميتو حتى تهضر ربيعة ونولي نعاود نهضر نشرح هضر ربيعة. السلام عليكم. راه كنتي جاتي فهمتي ضروري ايوا ضروري الا خطا هو ما كاين حتى حاجه وانت الله يكثر خيرك وخلف عليك كثر خيركم كاملين. ايوا تحيه للمشاهدين كاملين اللي كيدعوا معنا بدعواتكم ان شاء الله حميد ولا لاباس والله يكثر خيركم والله يشافي اي حد. شحال دابا كتسمع ربيعة؟ ايوا راه جوج سيمانه شي سيمانه ولا اكثر دابا اكثر سيمانه ولا اكثر ثلاث ايام في الاول ودابا عاوتاني سيمانه شي 15 يوم تكون دابا تكون 15 يوم. تبارك الله يونس تبارك الله عليك الله يبارك. السلام عليكم المشاهدين اخباركم؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير وتحياتي لكم والحمد لله. كي غدا الامور الحمد لله الامور بخير اللهم لك الحمد. صلاح هي هذيك هي هذيك الحمد لله الحمد لله على سلامة الوالد راه دابا الحاله ديالها تحسنات الحمد لله الحمد لله ونشكر الله ومالك الحمد يا رب. نتمنوا الشفاء لاي مريض راه دابا هو الخليفه. اييه واش غادي دير؟ واش غادي دير؟ ضروري غادي دير عندك ما دير طول عمري ان شاء الله حميد يخرج برا ولا لاباس ان شاء الله. دابا راه غادي يخرج ان شاء الله المشاهدين الاعزاز. كانت عنده واحد انفيكسيو يعني تعفن ديك الشبكه تقاصلو وتحيد البحيد منها الشبكه وكيقولوا لها البلاك كيقولوا لي البلاك الشبكه هي لك هي لي بلاك انا كيسحب في الشبكه بوحدها هي البلاك هي اللي دارت له المشاهد الشبكه هي لي بلاك هي البلاك هي اللي دارت له هذا المشكل هذا كامل. هاد البلاك هذه المشاهدين الكرام كيديروها للناس اللي عندهم الفتق يعني من بعد باش يقدروا يهزوا الثقال ولا داكشي اللي قال الدكتور قالوا يعني درتها لك انا على حسب فكرت بانك الا زيتي لي تقول لي شي حاجه كتحمي. دابا هي خويا الدات ديالو ما تحملتهاش وقع لها واحد التعفن وطار منها واحد النص البارح يد له الدكتور واحد النص بلا عمليه بلا والو غير بيدو هكا جبدها. دابا الجسم ديالو هو اللي كيدفعها كتخرج كيدفعها كتخرج. دابا باقي واحد الطرف باقي له شي شويه بغى يجبدها له ولكن دابا جبد له طريف وطريف اخر باقي. دابا منين غادي ما يتقبلاش الجسم يلوحها غادي يجبدها له ان شاء الله. خويا حميد يشرح لنا شويه دابا خويا حميد. كيفاش اخويا حميد دابا انت اللي كتشوف الطبيب؟ انا حنا ما كنقدر انا بعدا من ذاك النهار والله الا جلست مع هاد الايامات هادي والله الا كنشوف كلشي بعينيا. ياك في الاول كنت كنخاف دابا وليت تنتشجع والله العظيم. هادشي اللي قالت لك ناديه هو اللي كاين اخويا يونس. دخل عندي الدكتور الامور بدات كتحسن ما بقاش كتسيل بزاف شي شويه وصافي. منين تحيد داك الطرف ديال لابلاك؟ منين تحيد داك الطرف ديال لابلاك ما بقاش كتسير بزاف. غايزيدي تحيد الطرف الاخر ما تسيرش مره. نطلب والله هي اللي دايره المشكل كامل. كان بغا يحيدو قبيله الساعه قال لي واش كتحس بيه تيقصها قلت له قال لي خليه تيطلع راسو عاد نوليو نجبدو. ايوا نطلبوا الله السلامه وما يكون غير الخير ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله ما يكون غير الخير اخويا. وشكرا لاخوتي المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن وكاع اللي كيسول فيا. الله يكثر خيركم اخوتي ويخلف عليكم. الله كلشي كيسول فيك اخويا كلشي تيدعي معاك. قالت لي ناديه الله يجازيكم بخير اخوتي والله يخلف عليكم والله يكثر خيركم. هذا هو حب المغاربه وهذا هو المضنون فيكم. الله يجازيكم بخير اخوتي. والله الا راه بلي كنلقى له التعاليق كنقرا له غير اللي مزيانين كلشي المهم كلشي زوين غير دوك اللي كيخوفوا ما كنقول لهمش كنقول له راه كلشي كيدعي لك بالشفاء كلشي كيقول ما بدا بينك وبين الله تحبك هذه التعليقات يعني راه غير الحب باش كنعطي واحد الحماس واحد الطاقه. الحمد لله والله الا شكرا لكم اخوتي اللي يخطيكم راه كان لكم الفضل الكبير بالدعوات ديالكم وبالتشجيعات ديالكم اللي يخطيكم علينا. دابا المشاهدين غدا ان شاء الله غادي يخرج خويا حميد راه حنا تنفكروا واش نديوه للعروبيه ولا يبقى هنا في مكناس. دابا هو اللي غيختار شنو اخويا فين بغيتي ترتاح اخويا غير هو دابا ضروري يوميا خصنا نرجعوك هنا للكلينيك عندهم داكشي اللي قال باش يديروا يبدلوك الفاصمه وينيطوي ولا كيبقاو متبعين معاك. هي من الاحسن اخويا نبقى هنا في مكناس قريب العروبيه دابا راك عارف العائله كبيره والجيران
وإلا سمعوني جيت لتما كاين راه ضروري خصهم يجيو للدار. أنت مازال خصك ترتاح. مازال خصني نرتاح وراك عارف العروبية ضروري ما دابا مش كاين حتى البعد كاين حتى البعد. ماشي يسلم غمتي ساعة ماشي ضروري خصو يطيح عليك على وجهك ويبوسك. ماشي مشكل. لا تاع البعد تاع البعد. ولا كاين شوية. لا ما كاينش كاينس خويا هنايا راه ما كاينش كاينس. دابا منين غيمشي ليه عاد يرتاح ويرتاح. وحتى القرب لا كانت شي حاجة الله يستر ما كنتمناو يكون غير خير إن شاء الله يعني قريب هنايا ربع ساعة ولا أنت هنا قريب. كاملاش كاع بس المهم راك في المهم غادي نشوفوا ان شاء الله. دابا حنا مازال تنفكروا المشاهدين واش غادي نديو للبارطمان ديال الوالده ولا غنكريو شي بارطمان تكون قريبه هنا للكلينيك. الا لقينا شي بارطمان هنا قريبه للكلينيك باش يبقى يجري على رجليه للكلينيك. هو راه قال لك الطبيب خصك تمشى وتعاوننا شويه بالماكله. المهم شوف لقينا شي ابارطمون قريبه هنا للكلينيك نكريو ان شاء الله ما لقيناش راه تمشي للبارط ما شاء الله وبقى نجيب بالطوموبيل ان شاء الله. وكنشكر خويا يونس راه داير اكثر من المجهود ديالو. الله يودي اخويا ديما واقف حاضر ديما خذ الدواء خاص يجي ديما. المهم تنشكرك بزاف اخويا. الله يحفظك اخويا ودي راه خا واحد الدنيا واحد الدور كبير يونس الصراحه خاص الماء خاص الدواء خاص التحاليل خاص المهم اي حاجه. ايوا واش غادي يونس راه هو المساند الرسمي ديال العائله كامل. صافي ان شاء الله كلشي تيفوت ان شاء الله. كاين اخويا واخا واحد الدنيا خلينا بغيتي الصحه والسلامه في هاد المدينه كلشي خويا حميد راه فيه بوانا فيه كلشي والله لا من المرض راه مرضنا كاملين ما عرفنا لا ما نديرو لا ما الله العظيم لا ما نصبحو لا ما نتليو لا ما نصبحو لا ما نتليو. خويا راه جابوا له العشاء كل حاجه ها نشوفوا العشاء هاد خويا نشوفوا المشاهدين. خويا حميد راه ولكن واخا كما تيكون هادشي كيقول لي جيب لي كوطليت جيب لي القطيبات الكفته عاد دابا بقيتو جاب له الكفته لا المشاهدين الى هاد اليامات ما كاين غير كوطليت كثرتي من اللحمه اخويا هاد اليامات انت غيضرك. ياك خصو تاكل قالو تعاوننا بالماكله. انتم المشاهدين الصوبه هذه هي الماكله ديال الطبيب راكم عارفين المشاهدين هادشي مسلوق وطريفات ديال الخبز ومليحه الكمون. دابا اخويا كاين الكفته دابا ولكن ديك الصوبه قال لك ضروري الصوبه واخا يخرج للدار ان شاء الله يا ربي غادي نبقاو نديرو له الصوبه ترافقلو جميع الاكل ديالو ان شاء الله ترافقلو له الصوبه ان شاء الله. وهادشي اللي كاين مشاهدينا الكرام وشكرا لكم شكرا على التعاليق ديالكم. راه قلنا لكم يعني حتى حنا بهادشي هذا عاد عرفناه من عند الدكتور بان هاد لابلاك هادي خار منها النص وخرجات النص ديالها وباقي النص الاخر. وهادشي هذا انا ما اعتقد الدكتور ما قال ليش راه هي السبب 100% ولكن راه كنظن هي السبب. ما هي لعبت واحد الدور انا كنت دخلت مع خويا راه سمع خويا قال لنا بحال الظلام عمرو كيشرح لي قال لك هي شدات لنا واحد الساس دابا واخا تحيد ما تقبلهاش الجسم يعني شدات لنا دارت الدور ديالها بحال الدار كيدير عندنا كتحيد عندنا كتخلي الظلام بحال هكا قال لي هذه واش حنا بالدارجه ديالنا حنايا. المهم مشاهدينا الكرام ما عرفنا شنو بالضبط واش لابلاك هي اللي دارت المشكل. لا بلاك يونس لما نحيدها ما بقاش تسوس غير حيدها الباح ما بقاش تسوس ما بقاش كتسوس يعني هي اللي كانت دايره المشكل. هي اللي كانت دايره المشكل غير حيدها الباح حيد داك الطريف وقال لك الطفل غير هو راه داك الماء اللي كان تيخرج منه راه ماشي يقيح هذاك كنظن. قالت لنا واحد 1% تحيه ليها نعطيوها التحيه اختي وفاء تبارك الله عليك كتواصل معنا. المهم كتهضر معنا ديما وكتشرح ليها الحاله ديال خويا حميد وقالت له والله جيان وكل شيء بزاف ديال البنات اللي خدامين في هذا الدومين هذا عطاونا بزاف ديال المعلومات واستفدنا منهم بزاف والله العظيم شكرا لهم شكرا لهم كاملين. شنو بغيت نقول شنو بغيت نقول يعني قالت هي قالت لك زعما هي اللي كدير هذا الماء هذا ماشي من هذا اي ماشي قيح قالت لك هذاك ذاك الماء قالت لك ماشي قيح هذاك قالت لك بلازما بلازما ولا شي حاجه بحال هكا يعني ذاك الماء يعني خرج ما نقيل ما بيض عادي هذاك ماشي قيح ما فيه لا ريحه لا والو ماشي قيح ماشي قيح ولا قال لك دابا هذا البلاك هذا البلاك اللي بقى هذا الشيء اللي بقى قالك غي الراس وغادي يتقلع حقاش الجسم ديالو ما تقبلوش ما تقبلوش دابا غتبقى تخرج بحال غتخرج بحال اللي كضربك شي شوكه صافي شي شوكه غادي يلوح بحال الجسم ما تقبلهاش دابا غادي يلوح بحال الجسم قالك ملي غيشوفها طلعت هو غيمشي غيدو غيجبدها صافي. ايوا نتمنوا يكون خير ان شاء الله باذن الله مشاهدينا الكرام وشكرا لكم شكرا على التعاليق ديالكم وان شاء الله خويا حميد يصحاح ويرجع يعاود لنا النكات ان شاء الله يا ان شاء الله ياك اخويا ياك اخويا المشاهدين في التعاليق قال لك هادشي كلشي البكاء والحزن اللي دوزو خصك تقول لهم النكات ضحكهم طبطو لهم ضحك ان شاء الله ان شاء الله باذن الله الله يكبر ربي كبير كنا مع العسر يسرى ربي ما تيدير اليسر تيكون مورا ما تيدير العسر تيكون مورا اليسر اكيد الحمد لله نعم لله الحمد لله اللهم لك الحمد لانه الصبر ضروري الصبر. دابا المشاهدين ان شاء الله
كي قلت لكم غدا يخرج خويا حميد دابا راحنا عطينا واحد لافونس للكلينيك لا داعي لاننا نقولوا التفاصيل. ايوا دابا كل واحد وغيبقى ان شاء الله هذه المده هذه اللي جلس ما عرفناش شحال جلس دابا واقيلا راه شحال يوم ها 22 22 ولكن خلصنا لهم واقيلا هذيك السيمانه الاولى السيمانه ولا اكثر لا سيمانه ونزيدو سيمانه ولا 10 ايام ماشي مشكل المهم غادي ندوز عند الطريق هو اللي مكلف هنا غيجمع لي داك لافاكتور ان شاء الله باذن الله الدواء مازال الدواء ناديه لا مازال دابا صافي ديك لي زانتيبيوتيك داروها له المده ديال 9 ايام غد صافي بقى له غدا ان شاء الله غيحبسوه وغيحيدوا له السيروم صافي وقال لك زعما ما عندهم ما يجلس يدير هنا قال غير الفاصمه وداك الشيء يلاه المهم ربيعه نعم يلا سال غدا ان شاء الله نخلصوا عليكم ربيعه مازال عندها الخدمه عاوتاني غدا ان شاء الله الريجيم ان شاء الله ان شاء الله مازال خصها دير لهم قلت الله يعينها على ان شاء الله باذن الله هذا الوليد الوليد كيصون علينا راه كيسيننا في حمريه غنمشيو وسط طريق ان شاء الله يا الوليد راه كتعيني حتى هي مسكينه في الطوموبيل مع راه مريضه ما بغاتش تطلع قالت لك لا راني مازال مريضه ولكن راه دارت شويه دابا راه شويه دابا الحمد لله راه تحسنات الحاله ديالها راه مازال كتعيننا تحت في الطوموبيل باش ما نتعطلوش عليها يلاه سي طارق نمشي ولا انت تقول كلمه ديالها تقول كلمه ديالها ان شاء الله يا ربي انت غتمشي انا ديما انا غادي نمشي غتمشي غنمشي حتى لغدا ان شاء الله ثاني مين خاصكم شي حاجه ربيع الماء ولا شي حاجه لا كاين ما كاين لا كاين ما كلشي كاين اش جبتي البارح البيدو راه مازال ايوا صافي ايوا الله يشافي اخويا مع السلامه اخوتي الله يشافي الله يشافي الله يشافي يلا يلا مع السلامه يلا انا ديالو واخا ايوا غير واش معايا الوقت ما عرفتش انا خصني نظهر لا تقول لي لا قول لي داكشي اللي تقول لي حتى للمشاهدين ما كنخبعوا عليهم والو لا ما كنخبعوا والو غير نهضروا مع ربيعه ومع خويا وعاد نخرجوا عاد نخرجوا ها انا بغيتي تهضري سيري انت تهضر غير سيري وقعد تهضري في الطريق غادا تهضري في الطريق لا لا شي حاجه ما تقولها قدام الكاميرا ناديه لا والله الا عادي يلا سي طارق يلا تتبعنا ما تعطليش انا السلام عليكم المشاهدين كي دايرين لاباس عليكم كي درتوا على الصحه كي درتي شويه لاباس عليكم الله يحفظكم ويستركم ويجيكم من الافات ونجيكم من شر الخلق وتبارك الله عليكم على التعاليق اللي تتقولوا لنا واللي تديروا لنا الله يحفظكم ويستركم واقفين معنا الله يعمر ربي يوقف معاكم ايوا قلتي لنا عندي لك واحد المفاجاه الوالده حامد غدا يخرج ان شاء الله منيا ان شاء الله غادي كون واخا الناس يسمعوني والطبيب هنا ونديرك وراني غوت على سلامتو يا ولدي على سلامتو والله ان شاء الله غادي يخرج اليوم هنيه عليها ولدي هنيه عليه والله الا هنيه عليه على سلامتو هنيه عليه والله ولدي لا واحد الفرحه ما تصورش هنيه عليها وليدي واش غادي يديو العربيه لهي ولا وحنا غنفكروا والده نقدر نخليوه هنايا نقدر نديو العربيه المهم على حساب شوفوا انتم شنو خويا حامد قال خليوني غير في الناس بغيتي غير قريب ان شاء الله يا ربي ان شاء الله الله يدير له تاويل ديال الخير ان شاء الله يا ربي دابا مزيانه ولدي لا مزيان مزيان ياه لا والله ما بقاش هذيك تتسيل له ما بقاتش لا ايوا هنيه عليها ولدي والله الا هنيه عليها على سلامته دابا مزيانه قلت لي قلت لكم ما كانش الناس يسمعوني كون زغرت واحد زغرين حتى يسمعوني عباد الله ايوا هنيا علينا يا بنتي هنيا عليا بنتي الله يعطيكم الرضا يا بنتي والله يكون منكم الله يحفظ وليداتنا وليدات المسلمين غادي يخرج وغادي نشاركوا معكم ان شاء الله باش يخرج ان شاء الله يا ربي ايوا ولا لا يخطيكم حتى انتم والله العظيم الى الشكر جزيل لكم بزاف كاع دعوات ديالهم وكل شيء قال لك خبزتي تحت باطي ما سمح الدعياطي طارق مشيو مشيو سيدي على بركة الله يلا كل المشاهدين مع السلامة ايوا مع السلامة المشاهدين الى فيديو قادم ان شاء الله فيديو قادم ان شاء الله يا ربي ولا يخطيكم ولا يطول عمركم